تعترض بس بشده. بس كابتن اسامه عايز اقول لك حاجه، في اوقات كتير جدا زي ما قالوا الكباتن انت بتحس ان في تعنت، ان في حاجه او في حد بيعمل عليك ضغوط وبيعمل عليك زي التحكيم السنه دي، تحس ان هو مش عايزك تاخد الدوري، تحس ان هو عايز يصدر لك الاحباط. ناس مسؤوله عايزه تصدر لك الحته دي. احنا ظلمنا كتير جدا، بقول لك ايه، احنا بنتكلم على اخطاء لاعبتنا، واحنا بنتكلم ان احنا مش في احسن حالاتنا، واحنا مش بنخلق مبررات، لا احنا عارفين ان احنا في مشات كتير جدا كان في ايدينا المكسب، واحنا بسبب بعض الاخطاء ضاع مننا المكسب ده، احنا ما بننكرش حاجه زي كده، ولكن في نفس الوقت اديني حقي. طبعا انت طبيعي. انت كمان احنا لسه بنتكلم قبل الاستوديو ما نبدا، بنقول ايه؟ ان احنا طالبين من لعيبه التركيز، طالبين من لعيبه ان هي الفتره الحاسمه ديت تعلى نسبه التركيز شويه. انا كمان كحكم انا طالب، ما هي دي منظومه، انا طالب من حكم المباراه يعلي نسبه تركيزه الفتره ديت. طبيعي الوضع الطبيعي. الاخ الناس اللي على الفار دي، احنا بص احنا يعني بنقعد نقول احنا كلنا ثقه في الحكام المصريين، كلنا ثقه في الحكام اللي بيحكمونا، كلنا ثقه في الجماعه اللي على الفار، انما صراحه لا، ما كلنا ما عندناش ثقه لناس كتير في المنظومه التحكيميه. لا انا ما عنديش ثقه في المنظومه التحكيميه في مصر، واتحاسب حاسبوني انا، مفيش مشكله بالنسبه لي.